السلام عليكم أخواتي وبناتي. بسم الله وعليه توكلت. أخواتي، في هذا الفيديو هذا كانت دخلت عندي واحد الأخت عندها واحد القناة عاشقة الطيور، عجبها المحتوى ديال البيتزا ودخلت عندي. كنشكرها من هذا المنبر. وأنا هاد الطيور عندنا أخواتي أكثر من سنة، وهما عندنا كانوا عندنا هاد جوج الفريخات هادو، الذكر والانثى. ومؤخرا جاب الزوج ديالي هاد الانثى هادي اللي دايرينها بوحدها في القفص اخواتي. ولقيت عندها واحد في الفيديو باللي حنايا دابا سنه عندنا والريش طيروه، ها هو الريش كتشوفوا فيه، ها هو طاير ديال الفريخات ديال الذكر الابيض، هو هذا الريش ديالو. راه هذيك البريريكه عندنا عامره بالريش وما ما بيضتش. يمكن دابا كتبان ليا، يمكن لا حامله، يمكن كتبان ليا كريشتها عامره، ما عرفتش. اخواتي اللي كيعرف هذا الشيء يدخل يكتب ليا شي تعليق ولا يكتب ليا شي حاجه. كنشكرها. وقالت ليا باللي قريت في داك الفيديو ديالها باللي خصهم يسمعوا ساعه موسيقى باش يولدوا ويتزاوجوا ولا يولدوا ولا بحال هكا اللي عرفت انا. وقلت غادي نشارك معكم اخواتي هذا الحفل ديال الطويرات دياولي اللي الزوج ديالي تيعشق هاد الطيور، هو مربيهم. وقلتها ليها، راني قلتها ليها في واحد، في رديت عليها في التعليق. كنشكرك بنتي، وراني قلت لك غادي انا نشارك معاه. انا الطيور عندي وما طاحتش عليا هاد الفكره، وما كنتش عارفه اخواتي هاد باللي خصهم يسمعوا هاد الساعه ديال التغريد ديال الطيور، كيعرفوا سبحان الله بعضياتهم. وسبحان الله انا تفرجت في الفيديو اخواتي ديالهم، اول مره تنجلس ساعه وجلست كنشوف فيهم سبحان الله الغريزه ديال الطيور بحال البشر. سبحان الله كتشوفوا هاد الانثى وهاد الانثى وهاد الابيض هو الذكر. واخواتي كيهضروا بعضياتهم الانثى مع الذكر، ما كتخليش يجي يقرب حدا هاد الانثى الاخرى. سبحان الله العظيم بقيت غير كنتعجب وتنشوف. والله اخواتي اش غادي نقول لكم، سبحان الله حتى واحد ما يبغي الضره، ما قالوا ضره حتى ضره. سبحان الله. وانا ما كنتش عارفه، وهاد الفريخه هادي عندنا شي 5 شهور وهي بوحدها، ولكن دابا اليوم شاهدت اخواتي وكل حاجه عندها الاجل ديالها. غادي نقول للزوج ديالي يجيب لها الذكر، لان غتشاهدوا الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا شنو وقع عليها مسكينه. سبحان الله انا ما تنعرفش في هذا الشيء. كنطلب من وليداتي واخواتي اللي غير يشاهدوا هذا الفيديو ويعجبهم يدخلوا يكتبوا لي كومونتير وشنو خاصني ندير. اخواتي جزاكم الله عني الف خير. وهاد الطيور رحنا مهليين فيهم، كنغسل ليهم دائما القفص ديالهم، والزوج ديالي معتني بهم بالاكل ديالهم طبعا والماء، ودائما حنا مهليين فيهم. وهاد الطيور كتربى في البيت اخواتي، هاد النوع البجاجي. وغادي نشارك معكم بما انني يمكن انا قلت هذيك النتيوه راهي حامله، غادي نحط لكم اخواتي نضحكوا شويه. غادي نشارك معكم واحد السبوع ديال بنت الخال مع غيطه وطبال وهيت وهديه. غادي نشاركها معكم اخواتي في هذا الفيديو ديال، بما انني الفريخه بانت ليا باللي كريشتها كبيره، ما عرفتش يمكن غتولد. غنحتفل معكم واحد اللقطات ديال السبوع. نضحكوا شويه اخواتي وشاهدوا الفيديو حتى الاخر، راه غادي يعجبكم وغتشاهدوا. سبحان الله راه بحال الطير بحال البشر، حنا مختلفين عليهم غير في الكلام، وهما تيهضروا باللغه ديالهم. سبحان الله العظيم والكريم. وغادي نخليكم اخواتي شاهدوا الفيديو للاخر. جزاكم الله عني الف خير. وربما غادي بما ان عندي
قربت تولد لي يمكن هذيك الفريخه، هذيك البريريكه راه عندي عامره بالريش اخواتي ديال الطير الابيض داير فيها الريش تما، ويمكن قربت تولد. غادي نشارك معاكم السبوع ديال الفريخات ديالي. نضحكوا شويه، طيور اسبوع طيور البجاج باللحم والدجاج، بما انا انايا عاشقه للطبخ اخواتي، والزوج ديالي عاشق للطيور. وغادي تابعوني اخواتي للاخر، وغادي يعجبكم الفيديو ان شاء الله. نضحكوا شويه لما لا، وعواشر مبروكه. Thank you.
عليا. الله يجوب عليك. لا خلو حبك يجوب. هاني كانت عمي هذا هو النشر. ويريك أبو شرا وإحنا في جنينة وإحنا في سكة وتر وما نسعوش نسعو نسعو وتقعد على الرجال يتقعد. ويريك أبو يا جميع الرجال. ابكي خطر بس ديال مريد ريزر هون أتحضر لي في الميمة حالة.
Okay.
ياكلها في الطين. بلي خلاها انا فيما مشي مشي الشوتي والله. ضروري الشوتي. فيما مشي نصور. ايوا خالاتي كنقول لهم انا ما صورتش حاجه. ايوا انت علاش دخلتي انا نمشي في دارنا نمسحها لك. ما نخليهاش. مسكينه مريضه. مسكينه تبكي. نصوروا